أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في مارس من عام 2018 أنجبت وزيرة الصحة الكندية مولودها الأول، وقد صادف في تلك الفترة التصديق والتوقيع على أحد أهم القوانين تحت قبة البرلمان الكندي. المفاجأة بأنها حضرت لقبة المجلس بصحبة مولودها وقدمته للجميع. وفي حادثة مشابهة تماما لهذه الحادثة في البرلمان الأسترالي، حيث باشرت إحدى النائبات أعمالها تحت قبة البرلمان بعد شهرين فقط من ولادتها، الأمر الذي شغل الصحافة المحلية في تلك الفترة، واعتبرت هذه المرأة بالمرأة الحديدية أو المرأة التي تدخل التاريخ لأول مرة بحيث ترضع طفلها تحت قبة البرلمان. قد تتفق أو تختلف مع هذه القصة، ولكن في نهاية الموضوع هناك نقاط يمكن الاستفادة منها من هذه الحادثة. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بصحة الأم والجنين، فالرضاعة الطبيعية تأتي في الأهمية الأولى والأولوية الأولى. نقاط كثيرة وحقائق أكثر راح نتعرف عليها حول الرضاعة الطبيعية في إطار هذه الحلقة. حياكم الله. راجع الباحثون نتائج 8 دراسات سابقة أجريت بين عامي 1986 و2021 في كل من أستراليا والصين، النرويج واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لدراسة واحدة متعددة الجنسيات. تضمنت المراجعة السجلات الصحية لحوالي 1.2 مليون امرأة متوسط أعمارهم 51 عام، وحللت العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين لدى الأم الحامل خلال فترة المتابعة. وخلال فترة المتابعة اتضح أن 81% من المشاركات قدمنا الرضاعة الطبيعية لأطفالهن. وبشكل عام وجد الباحثون بأن النساء اللواتي أبلغن عن الرضاعة الطبيعية خلال فترة حياتهم انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 11%. أغلب الأمهات ما يعرفوا يفرقوا بين الرضاعة الطبيعية الخالصة والرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية أن الطفل يرضع من ثدي الأم، ولكن ممكن هي تعطي الحليب الصناعي أو ماء أو أعشاب أو أي حاجة ثانية. أما الرضاعة الطبيعية الخالصة أن الطفل ما يأخذ في أول 6 أشهر لا ماء لا أدوية شعبية لا حليب صناعي ولا شيء، فقط حليب الأم. هذا يسمى بالرضاعة الطبيعية الخالصة واللي ينصح فيها منظمة الصحة العالمية. في الرضاعة الطبيعية الخالصة اللي هي الحصرية اللي هي في أول 6 شهور ممكن تكون العوامل من الأم أو من الطفل. من الأم ممكن أن تكون الأم عندها مشكلة الثدي، الحلمة الغائرة أو الحلمة المسطحة، الأم تكون بكرية، الأم ممكن عندها اعتقادات خاطئة، ممكن أنها تعتقد أنه إذا كان عندها الحجم الثدي الصغير ممكن من الحليب. في بعض الحالات ممكن تكون حالات طبية أن الأم لا سمح الله تعبت بعد الولادة القيصرية، يعني عملوا لها عملية قيصرية أو ولادة طبيعية وتعبت صار لها نزيف، فلا سمح الله تنومت في العناية المركزة، فبالتالي هنا يصير في إيش بعد نفس الشيء، قلة في اللي هو الانتشار أو فشل في الرضاعة الطبيعية الحصرية. عندنا الأم إذا كانت عاملة، وهي أكثر أسباب شيوعاً إن الأم العاملة ما تقدر تحقق رضاعة طبيعية الخالصة عندنا في المجتمع الواعي عندنا، ولكن تقدر هي إنها تقوم بعملية تشفط وتخزين حليب الأم، وهذا عاد دورنا نحن إن نحن نعلمها ونساندها ونثقفها من هذه الناحية. عندنا أيضاً المجتمع الواعي المجتمعي إنه أي أم والدة لازم يكون في قنينة الغرشة أو الحليب الصناعي جاهز جنب الأم. ممكن يكون الأسباب أيضا من البيبي، البيبي لا سمح الله نفس الشيء طلع انولد مريض، خدج ما مكمل الشهر 9 فتنوم في العناية المركز الأطفال خدج. ممكن الطفل أيضا عنده مشكلة ثانية، صار له هبوط في السكر، فهنا في حالة طبية يتم التدخل فيها والطبيب ينصح أنه لازم ينعطى حليب الأم بسبب أن الأم ممكن تتأخر عندها الحليب.
لحد ما ينزل عندها الحليب. غالبا يعتقدوا الأمهات أنه أول 3 أيام حليب الأم ما كافي، لأنه بسبب اللبأ اللي ينزل كميات قليلة وبسيطة قطرات، فبالتالي يكون الطفل غالبا ما يشبعه. لكن للأسف المشكلة هي أنه قلة الوعي. أيضا عادة الطفل في أول يوم يكون معدته تكون مثل حجم الزيتون، تستهلك من 5 إلى 7 ملي فقط، بالكثير 20 ملي. هي صح أنها قابلة للتمدد، ولكن حليب الأم أو اللبأ أو السلوب اللي نسميه ينزل في أول 3 أيام تكون صح قطرات بسيطة وقليلة، ولكن هي لما نتحدث عن أهمية حليب الأم، فمن الطبيعي جدا أن نتحدث عن الطفل كون الطرف المستفيد الأول من الرضاعة الطبيعية. فخلال 6 أشهر الأولى من الرضاعة يكون الحليب هو المصدر الأول للمواد الغذائية التي يحتاجها الطفل، كما أنه يحتوي على مجموعة أخرى من العوامل التي قد تحمي الطفل من خلال الجهاز المناعي، في ظل أن الجهاز المناعي للطفل لا زال في طور النمو، بالإضافة للمساعدة في مقاومة العدوى والأمراض وأسباب أخرى أو عوامل أخرى قد تحمي الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية. هذا طبعا بالإضافة لأنه يقلل من خطر الإصابة بالسمنة على المدى البعيد. ولا ننسى الأطفال اللي يتمتعوا بالرضاعة الطبيعية في طفولتهم يحققوا نتائج أفضل في اختبارات الذكاء فيما بعد، كما أنه لا ينصح تماما بإعطاء الطفل أي شيء سوى حليب الأم خلال الفترة الأولى أو فترة 6 أشهر الأولى من حياة الرضيع. أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل. الرضاعة الطبيعية تعزز الجهاز المناعي لدى الطفل، وأيضا تقلل من الإصابة بالحساسية وأمراض الإكزيما. أيضا الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بالأمراض السرطانية مثل سرطان الدم. أيضا الأطفال اللي على رضاعة طبيعية خالصة مستوى الرضاعة عندهم يكون جدا عالي. في حالات لا ينصح الأم بالرضاعة الطبيعية، مثل هي ممكن تكون حالات دائمة أو حالات مؤقتة. الحالات الدائمة مثل إذا عندها لا سمح الله إيدز، أو عندها فيروس النوع الأول أو الثاني من الخلايا الليمفاوية، أو لا سمح الله عندها سرطان وبدت بالعلاج الكيماوي، في هذه الحالة هي ما تقدر ترضع رضاعة طبيعية. أيضا في الطفل ممكن أن ولد الطفل يكون عنده نقص أو خلل في هضم الحليب الأم، مثل عندنا حالات الجلاكتوسيميا. هذه الحالة ما ممكن الأم ترضع رضاعة طبيعية. وغيرها من الحالات اللي عند الطفل يكون عنده مشاكل في الأيض. الحالات المؤقتة مثل عندنا الأم مرضت في فترة مؤقتة وتنومت في المستشفى، فبالتالي هي ما تكون قادرة بسبب الأدوية اللي تأخذها من المستشفى يدخل في حليب الأم ويضر في الطفل، فبالتالي هي حالة مؤقتة توقف رضاعة طبيعية، وبعد كده تقدر تكمل على الرضاعة. ولكن في هذه الفترة يجب عليها أنها تشفط الحليب كل 3 ساعات وتكب هذا الحليب، علشان الاستمرارية تظل الحليب هرمون. في حالة أن الأم العاملة لم تتمكن من إرضاع الطفل بحكم عملها، فلذلك يجب عليها أن تعرف عن حفظ وتخزين الحليب. تقوم الأم بأخذ الحليب ووضعه في حمام ماء دافي. الحليب الأم لا يمكن تسخينه عن طريق الميكروويف، وأيضا لا يمكن تسخينه عن طريق النار مباشرة، لذلك يتم وضعه في حمام مائي.
الحليب المسخن يجب استخدامه خلال ساعة من بعد تسخينه. وأيضا معلومة مهمة يجب على الأم معرفتها أن الحليب المجمد لا يتم تذويبه في درجة حرارة الغرفة. الأم عندها خيارين، الخيار الأول أنها هي تحطه مباشرة على الحمام الماء الدافئ، أو أنها مثلا قبل بليلة تحطه في الثلاجة العادية، والحليب هذا المذوب تقدر تستخدمه لمدة 24 ساعة. من الأشياء اللي ممكن الأم تلاحظها أن حليبها ممكن يطلع مثل الرائحة الغريبة، هل هذا معناته أن الحليب فاسد؟ طبعاً لا، سبب هذا الرائحة الغريبة في الحليب هي مادة في الحليب الأم اسمها اللايبيز، فعشان كذا يطلع هذا الرائحة الكريهة. نفس الشيء واحدة من الملاحظات اللي ممكن الأم تلاحظها أن الحليب ينفصل، نفس الشيء هذه ما تعتبر علامة أن الحليب فاسد، ترقه بس بشكل بسيط تحطه في الحمام المائي وتقدر تستخدمه. ضروري الأم دائما تعرف أنه هي كم الاستهلاك اللي طفلها ياخذه في كل رضعة، لذلك دائما تحط الحليب اللي طفلها يستهلكه في الثلاجة عشان ما تخسر أي حليب. أغلب الأمهات يرضعوا الطفل بالطريقة ما صحيحة أو الطريقة الخاطئة. إذا كيف أعرف أنا جالسة أرضع صح ولا خطأ؟ في ثلاث عوامل إذا حققتها الأم أو ثلاث خطوات، بالتالي هي بتتأكد أن طفلها جالس يرضع بالطريقة الصحيحة. أول خطوة أنها تتأكد أنها جالسة بوضعية مريحة، ما تكون تروح للطفل أو ترجع لوراء للخلف أكثر، لا تكون جالسة بطريقة مستقيمة. بالنسبة للطفل، الطفل لازم يكون على مستوى الثدي، يعني ما يكون نفس الشيء نازل ولا رافع كثير. ثاني حاجة، إذا الأم قامت تبدأ ترضع البيبي، تتأكد أنه لما تيجي تعطي الطفل الحلمة يكون الحلمة في أنف الطفل مش في الفم. غالبا ينصدموا ليش في أنف الطفل ما في الفم، هو لازم يرضع الحلمة؟ لا، هو لازم ياخذ المنطقة السوداء اللي حوالين الحلمة، هي المنطقة اللي نسميها الهالة، من هناك يتمركز الحليب ويتجمع فيه ويبدأ يطلع. الحلمة مجرد انبوب يوصل الحليب. فأولا لازم تتأكد أنها تحط الحلمة في أنف البيبي، تدخل المنطقة السوداء أولا وبعدين الحلمة، وبالتالي هنا لازم هي ما تحس بألم. إذا حست ألم في الحلمة مثل طعنات مثل عضات، هذا الشعور غير صحيح، أن الرضاعة هي تقوم الآن بوضعية خاطئة، بالتالي إيش يصير فيها؟ جروح في الحلمة، امتلاء في الثدي لأنه الحليب ما طلع من الصدر، البيبي يصير له مغص غازات لأنه شرب هواء ما شرب حليب، صار له صفار ما شبع طول الوقت يصيح. هنا الأم تفكر أن أنا ما عندي حليب كافي، لكن المشكلة أصلا كانت في الالتقام، واللي أغلب المشاكل تنحل بالالتقام الصحيح. ثالث نقطة اللي هي المدة لازم الطفل يرضع من الثدي الواحد من 20 إلى 30 دقيقة. إذا قام رضع من جهة وانتقل إلى جهة ثانية، تصير هنا مشكلة أن الطفل ما حصل على المكونات الغذائية الكاملة. إيش يصير؟ الله يخلق الحليب طبقات، فأول ربع ساعة من الثدي الواحد الله يخلق الحليب ينزل أول شيء ماء وسكر، بعدين ينزل الدهون والألياف. إذا الأم ما صدر الواحد من 20-30 دقيقة، الطفل ما أخذ العناصر الغذائية الكاملة، اللي بالتالي تسبب مشاكل للأم وللطفل. لمن يعتقد أنه لا يمكن الإرضاع بعد العملية القيصرية، فالحقيقة أنه لا يوجد أي سبب يمنع الأمهات من إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، فقط ربما يحتاجن للمساعدة في الأيام الأولى واختيار الطريقة المناسبة. ولمن يظن أن الرضاعة الطبيعية تجعل الثدي مترهل، فالواقع أن الرضاعة الطبيعية لا تسبب أي ترهل للثدي، ولكن هرمونات الحمل قد تعمل على تمدد الأربطة التي تدعم الثدي، وبالتالي فارتداء حمالات الصدر المناسبة أثناء الحمل وبعد الولادة كفيلة بحماية الثدي من الترهل. وتأكدي عزيزتي الأم أن جميع النساء تقريبا قادرات جسديا على الرضاعة الطبيعية، فالبدء في الرضاعة مبكرا بعد الولادة والاستمرار فيها أمر في غاية من الأهمية، أي أن كلما زاد مقدار الحليب الذي ترضعه الأم للطفل، كلما زاد الحليب الذي يقوم الثدي بتكوينه. وللتأكيد بأن الرضاعة الطبيعية لها الكثير من المنافع سواء كانت للأم أو للطفل،
فللطفل مثلا بعد 6 أشهر الأولى ترتبط بالكثير من المواد المناعية والعناصر الغذائية التي توفرها لضمان نمو صحيح للطفل. في بعض الحالات الأم ما تقدر تبدأ بالرضاعة الطبيعية مباشرة في أول ساعة، اللي هي سميها ساعة اللي هي الذهبية، بسبب أنها تولد ولادة قيصرية، غالباً الطفل يكون في صوب والأم في صوب ثاني. فبدينا نحن مشروع اللي هو أن قمنا بتدريب الممرضات في قسم الحوامل أن يقوموا بعصر الحليب قبل ما تروح الأم العملية، يخزن هذا الحليب في الثلاجة. بعد ما تدخل الأم العمليات ومن ينولد الطفل ويتأكدوا أن الطفل بخير، بعد ما يعطي الدكتور الضوء الأخضر للممرضة أن البيبي بخير، تقوم الممرضة اللي استلمت البيبي أنها تبدأ بوضع الطفل على جلد الأم والبدء في الرضاعة الطبيعية في طاولة العمليات. بعد كذا الطفل عادة يطلع قبل الأم، لأن الأم تستغرق في عملية الخياطة وما إلى ذلك. يخرج الطفل، تجي الممرضة ثانية تستلم الطفل حتى توصله إلى القسم اللي هو ما بعد الولادة. لما تجي تستلم الطفل طبعا تأخذ معها الحليب المعصور اللي كان قبل العملية من الأم. توصل الممرضة الطفل إلى القسم اللي هو ما بعد الولادة، وتستلم الممرضة اللي هي ما بعد الولادة، تأخذ الحليب المعصور وتعطي الطفل هذا الحليب لحد ما تجي الأم. من تجي الأم وتأكدوا أن الأم استقرت حالتها وأمورها تمام، تبدأ الممرضة تحط البيبي على الصدر وتبدأ بالرضاعة الطبيعية. غالباً ما نواجه صعوبة هنا من ناحية الأهل، دائماً يحسوا أن الأم تكون تعبانة بعد العملية وعندها آلام ومشاكل، عندها خياطة، فبالتالي هي ما تكون قادرة أنها ترضع الطفل. فأيضاً دربنا الممرضات أن يكون عندهم فن التواصل حول كيفية شرح الفوائد الرضاعة الطبيعية في أول ساعة من الولادة والاستمرار ما بعد ذلك، علشان الطفل يأخذ فقط حليب الأم. وفي الختام مشاهدينا الكرام، في العقود الأربعة الماضية ازدادت معدلات الرضاعة الطبيعية في العالم بنسبة 50% على أقل تقدير. هذا الأمر أدى إلى تمتع ما يقارب من 900 مليون طفل حول العالم بالرضاعة الطبيعية الخالصة. فإلى جانب الفوائد النفسية والجسدية سواء كانت للأم أو للطفل على حد سواء، هناك الكثير من الفوائد الاقتصادية. فمع زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية تقل الكلفة الاقتصادية التي تتكبدها الدول والأفراد والمؤسسات لتوفير الحليب البديل لحليب الأم. عزيزتي الأم، الرضاعة الطبيعية مناعة طبيعية لك ولطفلك. كونوا بخير ونراكم دائما على خير، وإلى اللقاء.